منورنا دلوقتي الفنان والمؤلف كريم فهمي. ازيك يا كريم؟ اهلا بيك، ازيك؟ شرفتيني. بنبارك لك على اول تجربه تاليف ليك، وهي هتقولي راجل، وعايزين بقى اتكلمنا عنها. لا، هي مش اول تاليف، هي تالت تاليف بعد بيبي وبشير ومستر ميسز اويس، وده كان التالت هتقولي راجل. فيلم صعب جدا، اشتغلته بعد بيبي وبشير على طول، يمكن نزل مستر ميسز اويس قبله، بس ده كنت شغال فيه قبليه على طول، لان فيلم صعب جدا، فيه ست ابطال، الست ابطال ادوارهم كلها مهمه جدا، ويمكن كلهم قد بعض، فالموضوع صعب، والفكره صعبه جدا، ان انت تطلع رومانتك كوميدي من فكره فانتسي، فده صعب جدا. فلا، الموضوع يعني يا رب بس يعجب الناس ان شاء الله. خد وقت منك قد ايه في كتابه العمل؟ لا، هو يعني مش هقول ما بكتبش كل يوم يعني، بس هو الفيلم ده عشان يتنفذ قعدنا حوالي سنتين بكتبه او ثلاث سنين. مين بقى ان كنت كتبت اول نسخه وتاني نسخه، والمخرج جه قعد معايا محمد شاكر، وقعدنا كتبنا ست سبع نسخ تانيين، فالموضوع اخذ وقت كبير جدا لان الفيلم صعب مش سهل يعني. اشتراك للمخرج محمد شاكر لاخراج العمل جه ازاي؟ وترابيزه العمل قعدتوا ازاي مع بعض؟ واختيار كل الفنانين، اختيارك للمخرج محمد شاكر ان هو يخرج الفيلم، واختيار الفنانين جت ازاي؟ محمد صاحبي جدا من زمان، من 12 سنه، واحنا الاثنين دكاتره سنان اساسا، بس هو ساب الطب، انا لسه مكمل يعني. انا واحد من الناس ان انا مؤمن بيه جدا، وعارف ان هو مخرج شاطر جدا، بس يعني يمكن فينا مخرجين كتير شطار برضو ما خدوش فرصه، بس يمكن عشان ده فيلم انا مهتم بيه جدا، فانا من كنت من الناس اللي انا رشحتهم محمد شاكر، اول اسم اترشح له، وشافوا شغله، كنا عملنا حاجه انا وهو اسمها المحكمه، فشركه الانتاج شافوا شغله، استاذ محمد حسن رمزي، وعجبوا بيه جدا جدا جدا، والحمد لله كان على قد المسؤوليه وقد يعني طلع الفيلم بشكل الحمد لله رب العالمين راضي عنه. شايف الفيلم في العيد ده ازاي وهو بينافس مع مجموعه من الافلام ليها طبيعه شعبيه، وهو هيبقى الفيلم الوحيد اللي طبعه مختلف؟ انا شايف ان دي حاجه كويسه جدا، لان هو لازم يبقى في تنوع في الافلام، وانا مش ضد الافلام الشعبيه، لان ده ليها جمهورها وليها ناس بتحبها، واحنا برضو لينا المفروض يعني ان شاء الله الافلام دي ليها جمهورها، ونتمنى ان الجمهور يخش كل الافلام يعني. مضايقك فتره حظر التجوال اللي هتبقى مأثره على الفيلم في العيد ده؟ لا، سيبيها على الله ان شاء الله خير يعني، مش بتاعت ربنا اصلها كلها، دي ارزاق يعني. ايه بقى موضوع دكتور السنان؟ ايه اللي دخله مع التأليف؟ لا، ملوش علاقة بالتأليف، ليه علاقة بالتمثيل؟ طب اشمعنى يعني؟ لا، ملوش علاقة خالص بالتأليف، أنا دكتور أسنان أصلاً، وبحب الكتابة وبحب التمثيل، فالتلاتة أنا بحبهم زي بعض تقريباً، وكل واحد لا بجتهد فيه على قد ما بقدر، والحمد لله رب العالمين، أعتقد ربنا إلى حد ما كرمني إن أنا أنزل لي فيلم، ثلاث أفلام تأليف، وأول فيلم تمثيل، ومسلسلين قبل كده. فالحمد لله رب العالمين يعني، ما ربنا مديك حاجة ما تستغلها. طب بتحضر ايه الفترة الجاية كريم؟ لا، انا بحضر كتابة فيلم، بس لسه مفيش اي تفاصيل ولا في اي حاجة ولا في انتاج ولا اي حاجة، دي حاجة بيني وبين نفسي لسه بشتغل عليها، ورب يتعرض عليها حاجة في رمضان ان شاء الله تكون مناسبة، وان شاء الله نعملها ان شاء الله. شكرا جدا يا كريم النهاردة، شرفتنا، ميرسي جدا.